أدى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي إلى حدوث أزمة انعكست سلبا على ذوي الدخل المحدود، حيث شهدت الأسواق ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية الأساسية وفي مقدمتها مادة الزيت. وطالب أصحاب محال تجارية الحكومة التدخل لتغيير النهج بالتعامل مع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وأكدوا أنهم مهددين بالإفلاس والانضمام لقائمة البطالة لعدم قدرتهم على دفع إيجار محالهم التجارية. أثر على الفقير، فقير ما حياكل، ميت من جوع. بطل زيت ب 3000 دينار، كيلو التمه صارت ب 2000 ونص. إيه ما يصير. يعني احنا المتظاهرين صار سنه سنه وشاغين يظاهرون على رئيس الوزراء والحكومه، جابون عون، طلع فرعون راسا مسك الدولار من ال 120 على ال 160. ما يصير. خلينا نخصم شويه من الدولار، العالم تعيش تاكل تشغب. ابو الملك اسد انا هذا ايجار انا الشاغل الثاني ما عندي ادفع. هلا وكل راح اضطر ابيع الدكان واطلع. ابيع اصفي البضاعه برضه على اسعار واطلع ايش اعمل؟ هاي ثاني شهر انا افتح الدكان الله وكيل ابيع المواد وراح انطي ايجار. لا ربح لا هذه كل شيء ما يطلع لنا. اثر اول شيء على الناس الفقراء، ناس الحميلين، ناس الكسابه، ناس العمله، يعني المسحوقين سحق اثر، الا التاجر ما يهمه اخويا. صار 200 دولار ما يهمه، صار ب 2000 ونص ما يهمه، بس احكي لي على هذول الناس الكسبه التعبانين الفقراء. زين انت بس تجيب وتعبون بجيوبكم وما تسالون على الرعيه؟ عمي وين مسؤول؟ قلت انه مسؤول يسال على الرعيه، شو الصلح بالحال الناس؟